الفاعلين الثقافيين والإعلاميين الموجود هو اللي يعطي الثراء للدورة هذه، الدورة 17. وأنا أعتقد شخصيا أنه من خلال الندوات الفكرية اللي تقام أن نخرج بورقة عمل حقيقية وفعلية حتى يكون هناك تعامل مستمر ما بين الدول العربية. لازمنا نشريو ويكون فما تبادل، هذا اهم شيء، وانه نتعرفوا على الخيان سواء كانوا معناها ديزارتيست ولا دي بروديكتور ولا خاصة لي بروديكتور. انا مبسوطة طبعا جدا لتكريم النور وسعيدة بالتكريم ده، يعني مش عارفة اقول ايه، بس يعني انا بحس انه ده انا جزء منه، من جزء كبير قوي قوي، اللي هو انتوا كلكم، لان هو بتاعنا كلنا. سهرة الليلة ان شاء الله يكون مجموعة من الاغاني ديولي، والاهم فيها بالنسبة لي انا انه وجودي مع هذه التلة المهمة من ال الميدياتيك والإذاعي والتلفزيوني.